تعرف فطرية القطط على أنها إصابة القطط بعدوى فطرية، إما عن طريق تناولها أو استنشاقها أو امتصاصها من خلال الجلد. وتعتبر الالتهابة الفطرية للجلد الأكثر شيوعاً من بين أمراض القطط. تؤثر الالتهابة الفطرية على القطط، وكذلك قد تنتقل للأفراد الذين يلامسون القطة. وعلى الرغم من وجود مجموعة أنواع كثيرة من الفطرية في البيئة، إلا أنها ليست جميعها مصدر تهديد للقطط. الأبواغ الأنفية، الورم الفطري، الفطار البرعومي الأمريكي الجنوبي، داء النسيجات، داء المستخفيات، داء المبيضات، الفطر الكرواني، داء الرشاشيات، داء الشعريات ذات الأبواغ، الفطر الغبسي. قد يطلق البعض على فطرية القطط الجلدية اسم السعفة، حيث يأتي هذا الاسم من المظهر الكلاسيكي للحلقة الحمراء المستديرة التي تصيب القطة، ولكن لا يبدو شكل فطريات القطط دائما على شكل حلقة دائرية، بل قد تختلف أعراض فطريات القطط باختلاف المسبب. ولهذا يعتبر اسم السعفة مضللا إلى حد ما، لأن السعفة عبارة عن عدوى فطرية ناتجة عن نوع من الفطرية الجلدية يسمى البويعاء الكلبية، والتي تعتبر مسؤولة عن أغلب حالات العدوى الفطرية في القطط والكلاب والبشر أيضا، وذلك لسهولة انتقالها وانتشارها في البيئة. تعد فطرية القطط بشكل عام غير خطيرة وغير مهددة لصحة القطة إلا في الحالة المتقدمة منها، فمثلا عند إهمال علاج فطرية أذن القطط فقد تتحول إلى التهابات مزمنة وتؤدي إلى الصمم وشلل الوجه. أما بالنسبة لخطر انتقال فطرية القطط للإنسان فهي سهلة الانتقال لأفراد المنزل خاصة الأطفال، لذلك من المهم تعقيم المنزل جيدا من أي آثار للقطة المصابة، خاصة أن الفطرية عند القطط يمكن أن تظل معدية لمدة 18 شهرا من بعد الإصابة، كما يجب مراجعة الطبيب فور ظهور أي آفات أو دوائر مستديرة على جلد الأفراد المحيطين بالقطة المصابة. تتوفر العديد من الأشكال الصيدلانية التي تستخدم لعلاج الفطريات عند القطط بشكل موضعي، ومنها محلول الإتراكونازول، شامبو الكيتوكونازول ويستخدم مرتين أسبوعيا، كريم تيربينافين المعروف باسم كريم لاميزيل للقطط، بخاخ تيربينافين. ينصح قبل وضع مرهم فطرية القطط بحلق المنطقة المصابة، وفي الحالة المتقدمة من فطرية القطط ينصح بحلق الشعر كاملا. في معظم حالات فطرية القطط تحتاج القطة إلى إعطاء الأدوية المضادة للفطرية عن طريق الفم، ومن أكثر حبوب فطريات القطط استخداما غريسوفولفان، إتراكونازول، وكذلك تيربينافين. يرغب البعض بعلاج القطة المصابة بالفطرية في المنزل، وهناك بعض الطرق الطبيعية التي تساعد في علاج فطرية القطط، ومنها خل التفاح، حيث يمتلك خل التفاح خصائص مضادة للفطريات، الأمر الذي يسمح بعلاج فطرية القطط بالخل من خلال وضعه على المنطقة المصابة 3 مرات يوميا، ويمكن استخدامه عن طريق نقع قطعة من القطن في القليل من خل التفاح غير المخفف ثم دهن المنطقة المصابة بشكل خفيف. يمكن استخدام الثوم في علاج بعض أنواع فطرية القطط، وذلك بصنع عجينة من حبات الثوم المهروسة والممزوجة بزيت الزيتون أو زيت جوز الهند. وضع طبقة رقيقة من العجينة على الجزء المصاب وتغطيته بقطعة شاش طبي. ترك عجينة الثوم في مكانها لمدة 2 ساعات ثم تشطف جيدا، وتكرر هذه العملية 2 مرات يوميا حتى تختفي الأعراض. يجدر الإشارة إلى أنه إذا تسبب الثوم بالإحمرار أو تورم لدى القطة فإنه يجب التوقف عن استخدامه على الفور ومراجعة الطبيب البيطري في أقرب وقت. تساعد العديد من الأعشاب على علاج فطرية القطط، وذلك لما تملكه من خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات، ومن أهم هذه الأعشاب الكركم،
ويمكن استخدامه من خلال خلط الكركم مع كمية صغيرة من الماء حتى يصبح عجينة، ومن ثم يوضع على المنطقة المصابة حتى يجف. كذلك عرق السوس، وذلك عن طريق خلط 8 معالق صغيرة من بودرة عرق السوس مع كوب من الماء وتركهم حتى الغليان. يترك بعدها المزيج حتى يصبح فاتر ويقلب إلى أن يتحول إلى عجينة. تدهن العجينة بعد أن تبرد تماما على المنطقة المصابة مرتين يوميا، حيث تترك لمدة 10 دقائق في كل مرة. يجدر الإشارة إلى أنه لا يمكن علاج فطرية القطط بالديتول في المنزل، فهو مادة مطهرة مخصصة لتعقيم الأسطح ولا يعتبر خيارا مناسبا للعلاج، ولهذا يوصى مراجعة الطبيب المختص في أقرب فرصة لتشخيص الفطريات ووصف مضاد الفطريات المناسب للحالة.